أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في الجزء الأخير من صباح أون. من أهم نتائج ثورة 25 يناير هي دمج الشباب الثوري المتحمس لخدمة وطنه ودمجه في مؤسسات الدولة، كمان جعله شريك أساسي في بناء خطط التنمية زي ما شاهدنا من السنوات الماضية، تحديدا من بعد عام 2013 في محاولة وجود الشباب المصري اللي شارك في أطر تغيير الحياة السياسية، كانوا مشاركين بشكل عام وفعال. عايزين نقول إن هؤلاء الشباب يوم من الأيام كانوا سبب للفت النظر إلى شرائح شبابية تانية بحاجة لإعادة تهديل. النهاردة هنتكلم عن الحديث عن عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير من زاوية شبابية. معانا في الاستوديو الأستاذ طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي. صباح الخير. صباح الخير أستاذ أمير. صباح الخير. صباح الخير سيادة النائب، منورنا. معلش هبدأ معاك بسؤال، أنا في تقديري سؤال أحمق يعني، لكنه سؤال بتسأله بعض الشخصيات يعني أو ناس كتير يعني، هو النهاردة عيد الشرطة ولا عيد ثورة يناير ولا الاثنين مع بعض، ولا ايه رؤيتك؟ هو سؤال احمق للي بيقولوه او بيسهروه، لكن مهم نرد على ده. والاول انا بهني الشعب المصري في ذكرى ثورة يناير وذكرى عيد الشرطة، والحقيقة دايما بفتكر انه الاخوان او فترة حكم الاخوان دايما بحمد ربنا عليها، لانها كانت فترة وحدت المصريين وفترة بعدت عننا او اكدت لنا ان احنا ما ينفعش ان احنا ننفصل عن بعض كشعب وكشرطة وكجيش. والحقيقة هذه الأسئلة هي أسئلة يعني بتعبر عن تطرف أصحابها يعني في أي اتجاه. أنا شخص متطرف ومنغلق إلى درجة أن أنا النهاردة قاعد بدخل معركة وهمية وتافهة حوالين النهاردة عيد الشرطة ولا النهاردة ذكرى ثورة يناير. وهو بالفعل يعني سؤال أو توجه أحمق من البعض بيمارسه ممكن على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو غيره. وأنا بعتقد أنه في ظل التضحيات اللي موجودة اللي احنا شفناها عبر ثورة يناير وتوابعها وده هنتكلم فيه، والتضحيات النهاردة أن أنا في شباب زي كده في سني في الشرطة بيموتوا كل يوم عشان يحموا مصر من الإرهاب، فأنا يبقى يعني ما عنديش قلب ولا عندي إحساس إن أنا النهاردة ما طبطبش عليهم وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ويعني نؤازرهم في التضحيات اللي هم بيقوموا بيها. فلازم يكون عندنا حالة من التسامح بشكل أكبر، ويكون عندنا ما عندناش انغلاق ولا عندنا تطرف اللي ممكن يكون عند البعض. بس ده مش السواد الأعظم للشعب المصري، دي حتى حاجات دخيلة علينا إحنا. صحيح. كشعب شعب وسطي ويعني. طب